بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم طلبة الفرقة التانية كلية علاج طبيعي جامعة جنوب الوادي، مادة التمرينات العلاجية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع حلو جدا وهو اللمبر سباين موبيلايزيشن. وأنا بجهز المحاضرة حاولت على قد ما أقدر، طبعا هو المحاضرة كموبيلايزيشن مش هنقعد إن إحنا نتكلم فيها ما يزيد عن 10 دقايق مثلا، ولكن زي ما عودناكم طلبت كلية علاج طبيعي جامعة جنوب الوادي إن إحنا علشان نشتغل شغل معين لازم إن إحنا نكون فاهمين البيزس أو الأساس بتاعه بطريقة تكون كويسة وتساعدنا إن إحنا في شغلنا نكون فاهمين إحنا بنعمل إيه. فطبعا ما ينفعش إن إحنا نكون بنعمل موبيلايزيشن أو بنشتغل موبيلايزيشن قبل ما نكون فاهمين كويس قوي الاناتومي، الابلايد اناتومي والبايوميكانكس بتاع الجزء اللي احنا هنشتغل عليه موبيلايزيشن. نبتدي مع بعض ان شاء الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب اذا شئت سهلا. زي ما كلنا عارفين وخدنا في الاناتومي ان الفيرتبرال كولامن بيتكون من 33 فيرتبري، طبعا عندي 7 سيرفايكال، 12 ثوراسيك، 5 لمبر، و5 فيوزد مع بعض مع السكرم، و4 فيوزد مع بعض علشان يعملوا لنا الكوكسكس. زي ما حضراتكم شايفين في السلايد اللي قدامكم ده النورمال شيب بتاع الفيرتبرال كولومن بتاعنا، بيبقى فيه 3 كيرفات، 3 كيرفات دول نورمال، بيبقى فيه عندي نورمال سيرفايكال لوردوسز ونورمال سيرفايكال كيفوسس، وده البيك بتاعته بيبقى عندي تي 5 تي 6 ونورمال لمبر لوردوسز. طبعا الكيرفات دي ممكن ان هي تبقى فلات ودي بتبقى باثولوجي، وممكن ان هي تبقى اكساجيريتد. موضوعنا اللي هناخد الموبيلايزيشن بتاعه النهارده هو اللمبر سباين. طبعا اللمبر سباين ده بيسبورت الابر بادي ويت وبيترانسميت الويت ده من الابر بادي للبلفس اند لور ليمب. المميز او السبيشال في اللمبر سباين ان هو should be included وانت بتعمل examination للسباين as a whole. مش بس كده، لو عندنا بروبلم او بين او مشكله في منطقه الهيب او في الساكرو ايلياك جوينت لازم برضو ان احنا نعمل سكرين لمنطقه اللمبر سباين. قبل ما نشتغل موبيلايزيشن لازم الاناتومي بتاع اللمبر سباين نكون حافظينه وفاهمينه كويس. لازم نكون عارفين طبعا البيديكل و اللامينا والبارز انتر ارتيكولاريس والنيورال ارش طبعا هنا، ونعرف طبعا عشان لما نيجي نبص على الاكس راي بعد كده ان في بعض الحالات بيبقى فيها حاجه اسمها لامبرايزيشن، وده بتبقى اس واحد ما بتبقاش فيوزد مع السكرم ولكن بتبقى موبايل وبتبقى موجوده كجزء من الاجزاء من الفرتبري بتاعه اللمبر. وفي عندي يعني هي مش بروبلم، هي بعض الحالات اللي ممكن تبقى كونجينيتال برضه وبتشوفها في الاكس راي اسمها ساكرالايزيشن، ودي بتبقى L5 بتبقى فيوزد مع الجزء بتاع السكر. ده طبعا الاناتومي بتاع الانترفيرتبرال ديسك، بيتكون من جزئين، جزء خارجي ده بنقول عليه الانولاس فايبروسيس والجزء الداخلي ده النيوكليوس بالبوس. بالنسبة للانولاس فايبروسيس ده بيتكون من شيتس بيبقى عددها تقريبا من 10 ل 2، طبعا بتبقى متصنعة من تايب 1 كولاجين، ده علشان بتديني تنسايل سترينس عالي. الجميل فيها او المميز فيها ان هي بتبقى اورينتد بزاوية 65 ديجري، وكل لاميلا بتقبوز اللاميلا اللي وراها. وده بيعمل ايه بقى وده جميل في ايه؟ دوت بيريزيست الروتيشن، لان مع الروتيشن بيبقى 50% من الفايبرز بس اندر ستريس. طبعا الانولاس فايبروسيس ده بيبقى ثيكر انتيريورلي ذان بوستيريورلي، ولكن بيبقى سترونجر بوستيريورلي ذان انتيريورلي. الجزء الداخلي ده بيبقى اسمه النيوكليوس بالبوسس، ودوت المخده اللي بيعمل شوك ابزوربشن. ده بيتكون من سيمي فلويد ماس اوف ميوكويد ماتيريال، وبيبقى بيتكون من تايب 2 كولاجين. في حاجه برضو محتاج ان احنا نكون عارفينها اللي هي الفيرتبرال اند بليت، وده الارتيكولار كارتلج اللي بيبقى ما بين الفيرتبرال بادي. ما احنا في عندي نوعين من الكارتلج بيبقوا ما بين الفيرتبرال بادي، نوع اللي هو الارتيكولار كارتلج او الهيالين كارتلج، وده بيبقى اسمه في الفيرتبري الفيرتبرال اند بليت، ونوع تاني اللي هو الفايبرو كارتلج زي المنسكس بتاعتي دي كده، وده اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه اللي هو الانتر فيرتبرال ديسك.
طيب الفيرتبرال اند بليد ده بيبقى لاير من الهيالين كارتليج، بيبقى سمكه من 6 ل 1 ملم. طبعا بيبقى في البيرس، ده بيعتبر بارت من الفيرتبرال جلوسبري. كلينيكال الفيرتبرال اند بليد دلوقتي، كنا قبل كده بنبقى او في ناس كانت بتقول ان عمليه القصر اللي بتحصل بتبقى نتيجه فقدان الميه اللي بيحصل في الديسك، ولكن الصحيح طبعا بتاع المعلومه دي ان ده بيبقى نتيجه الاروجن اللي بيحصل في الفيرتبرال اند بليد دوت، اللي هو بيعمل عمليه الشورتنينج اللي بتحصل مع الايدجنج. وبرده محتاج ان احنا نكون عارفين ان الانترفيرتبرال ديسك مع الايدجنج بروسيس، ودي سنه الحياه، بي بيكام دراير، بي بيكام ستيفر، اند بي بيكام ليس ديفورمبل، وبيخليه انيبل تو ان هو يريكفر فروم الكريب، عمليه الكريبنج اللي احنا خدناها في الكينسيولوجي، وبالتالي بيبقى لايبل ان هو يحصل فيه انجري. في برضو عندي نيرف روت كانال زي ما ظاهر قدامكم في السلايد ديت، البوردرز بتاعتها والنيرف روت كانال دي مهمه جدا، لان لو حصل ان الديامتر بتاعها قل دوت بيحصل كومبريشن على النيرف روت، وده بيعمل لي طبعا ساينز وسيمبتومز زي ما هناخد بعد كده ان شاء الله في راوندات الاورثوبيديك والنيورولوجي. طبعا في برضو عندي من ضمن الاجزاء اللي ضروري ان احنا ناخد بالنا منها وهنشتغل عليها في الموبيلايزيشن في الفيرتبري، الفاسيت جوينت، او لها اسم تاني اسمها ايبو فيزيال او زايبو ايبيفيزيال جوينت. ده بالنسبه لللمبر فيرتبري، دول عددهم 10 او 5 بيرز، كل فيرتبري بيبقى فيه واحد يمين واحد شمال، بتكونسيست طبعا ما بين السوبيريور والانفيرور فاسيتس والكبسول. طبعا الفاسيت جوينت دي بتكاري من 20 ل 25% من الاكزيال لود. في حالات الديسك ديجنريشن بتبقى اللود عليها بيوصل ل 70%، وطبعا بتريزيست التورشنال اند شير ستريس. طبعا الزايجو بيفيزيال جوينت ديز الارتكوليشن بتوين تو كونسيكاتيف لمبر فيرتبري، ما بين الفيرتبري طبعا بيبقى فيه ثلاثه جوينت، الاثنين اللي هم الفاسيت جوينت يمين وشمال، والجوينت الثالث اللي هو الانتر اللي ما بين الانتر فيرتبرال بادي واللي ما بينهم الديسك. يبقى انا عندي ما بين كل فيرتبري والثانيه ثلاثه ارتكوليشن، واحد يمين واحد شمال اللي هم الفاسيت جوينت او الزايجو بيفيزيال جوينت والانتر فيرتبرال جوينت. الزايجو بيفيزيال جوينت بيبروتكت ذا موشن سيجمنت فروم انتيريور شير فورس والاكسسيف روتيشن اند فليكشن، وبيبرودكشن في السباينال موشن والكابلنج موشن. والكابلنج موشن دي هنتكلم عنها باستفاضه واحنا بناخد الجزء بتاع البايوميكانكس. طيب برضو عشان نشتغل موبيلايزيشن ونبقى فاهمين هنحط ايدينا فين وازاي، لازم نعرف الليجامنتس واماكنها، وايه الليجامنتس اللي احنا بنحسها بالبالديشن، وايه الليجامنت الديب، وايه الفايده بتاعه كل ليجامنت. طيب اول ليجامنت هنتكلم عنه الانتيرو لونجيتودينال ليجامنت، دوت الليجامنت اللي هو موجود قدام ده. ده بيكستند فروم ذا ساكرام along the anterior aspect of the entire spinal column، ده بيبريفنت الاوفر اكستنشن اوف ذا سباينال سيجمنت، وبيبقى مينور اسيستنت ان ليميتنج الانتيرور ترانسليشن اوف الفيرتيكال سيبريشن اوف الفيرتيبرا. تاني ليجامنت طبعا البوستيرور لانجوتيودنال ليجامنت دوت برضه موجود ثرو ذا سباينال كولامن، وبيكفر البوستيرور اسبيكت اوف ذا سنترم اللي هو السنترم ده اللي هو الفيرتبرال بادي اند الانتر فيرتبرال ديسك، و اتس سوت تو بي امبورتنت ان بريفنتنج الديسك بروتروجن. لذلك الانتجريتي بتاعت البوستيرور لانجوتيودنال ليجامنت ده تبقى فيري امبورتنت تو بروتكت اجينست ديسك هرنيشن. ات اولسو تايتن انتراكشن and في حالات البوستيرور ترانزليشن اوف ذا فيرتبرال بادي، بيليمت الفليكشن اوفر سيفرال سيجمنت في اللمبر. في برضه ليجامنت مهم قوي اللي هو ليجامنتم في لافا، وده بيكونكت تو كونسيكاتيف لاميني، بيفورم الانتيرور كابسول اوف الزايجو بيفيزيال جوينت، ودوت بيختلف عن الليجامنت اللي موجوده في اللمبر بان 80% منه بيتكون من الالاستين، لذلك في مرونه، بيدي هنا ستابيليتي وبيدي فليكسابيليتي. الاستابيليتي بيديها ان هو بيريزيست السيبريشن اوف اللامينا ديورنج الفليكشن، وبيبريفنت الانتيرور كبسول من ان هو يجي ما بين الارتيكولار مارجنز ديورنج الاكستنشن. في
في برضو الانتر سباينس ليجامنت اللي هو الليجامنت اللي ما بين اثنين كونسيكتيف سباينال بروسيس دوت از فيري امبورتنت فور الاستابيليتي اند اوفن ديستركتد ان تروماتيك كيسز. والراكشر طبعا اوكير ان مور ذان 20% of the subject older than 20 years old particularly عند يعني 20% من ال subject اللي بيبقى older than 20 years old بيحصل رابشر بنسبة 20%. الحالات اللي بيحصل فيها رابشر 20% من الحالات دي بيبقى particularly عند الليفل بتاع L4 L5 و L5S1 وبيرزيست the separation of the spinal process during الفليكشن. في برضو السوبرا سباينس ليجامنت ودوت اللي بيكونكت ده اللي احنا بنحسه بقى بالبالبيشن اللي بتبقى ايدينا محطوطه عليه واحنا بنعمل الموبلايزيشن بتاع السباينس بروسس. وساعات بيبقى تندر على فكره وبيبقى ريليتد تو اللوباك بين. طيب الايريو لامبر ليجامنت في البلفيس وان اوف ذا فيرتيبرو بلفيك ليجامنت ذا ليجامنت از فيريسلي بيليفد تو بي اديجنريت بارت اوف الكوادريتس لامبور. نخش على المسلز. طبعا المسلز اللي بتبقى موجوده في اللمبر بتبقى بتعمل لي ثلاثه لايرز، لاير سوبرفيشال ولاير وميدل لاير وديب لاير. طبعا من اهم العضلات عندي اللي موجوده في اللمبر الكوادريتاس لامبورم، والعضله دي بتبقى اكتف ديورنج الانسبيريشن فيكسينج ذا لوست ليب تو افورد ا ستيبل بيس فروم ويتش ذا دايفرام كان اكت، وبتاكت از ا لمبر سباين ستابلايزر. لذلك دي من العضلات المهمه قوي اللي احنا بنشتغل عليها لما العيان يكون عنده لمبر سباين انستابيليتي ويونيلاترالي ات از انفولفد وذ سايد بيندنج وبتعمل اكسنتريك كنترول اوف ذا كونترا لاترال سايد بيند. يعني لو واحد بيعمل سايد بيندنج يمه اليمين هتبقى العضله اليمين شغاله كونسنتريك والكوادريتاس لامبورم الشمال هتبقى شغاله اكسنتريك. وطبعا فيري اكتف ان سستيند بوستشر اند وين هيفي ويت از هيلد ان ذا اوبوزيت. العضله الثانيه برضو المهمه قوي اسمها المالتيفيدس، ودي بتديني سيجمنتال استابيليتي وبتبقى من الانتي جرافيتي ماسل المهمه جدا. طيب ده طبعا النيرف سبلاي بتاع المالتيفيدس. وفي عندي برضو الاريكتور سبايني ديت بتتكون من ثلاث او من جزئين، جزء في الثوراسيك وجزء في اللمبر. بالنسبه للجزء بتاع اللمبر بتبقى او بتبقى في الاليوكوستالس والثوراسيك لونجسمس، وبتعمل لي لمبر ستابلايزيشن وبتبروفايد كومبريسيف فورس along the spine. طيب ده بالنسبه للعضلات اللي بتعمل اكستنشن. في برضو الابدومينال ماسل، ودي برضو بتبقى لايرز الريكتس ابدومينس والترانزفيرسس ابدومينس والانترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك والزواس ميجور. طيب الريكتس اوبليك طبعا بتبروديوس تورك ديورنج الفليكشن وبتابروكسيميت السوركس والبلفس وبتستابلايز برضو اللمبر سباين من العضلات المهمه في الاستابلايزيشن. والترانزفيرسس ابدومينس دي برضو من العضلات اللي هي بتبقى مهمه جدا جدا جدا، ولو في امكانيه مش عارف انا حاططها في الداتا ولا لا، ولو مش حاططها نبقى نزودها برضو، اللي هي الاكتيفيشن بتاع الترانزفيرسس ابدومينس. الانترنال اوبليك طبعا دي لوكيتد ما بتوين الترانزفيرسس ابدومينس والاكسترنال اوبليك ماسل، ودي اللي بتفورم الميدل لاير اوف ذا لاترال ابدومينال ويل، وبتبقى اكتف ديورنج الجيت كلوز تو الانيشال كونتاكت اند اريكت سيتنج اند ستاندنج بوزيشن. بايلاترالي بتفليكس الفيرتبرال كولامين وبتاسيست في الانسبيريشن، يونيلاترالي مع الاكسترنال اوبليك بتبروديوس روتيشن في الفيرتبرال كولامين. الاكسترنال اوبليك برضه بايلاترال الاكسترنال اوبليك بتفليكس الفيرتبرال كولامين اند تيلت البلفيس بوستيرولي، يونيلاترالي ان كونجنكشن مع الانترنال اوبليك بتبروديوس سايد بيندنج وكونتريبيوت تو البرودكشن اوف الانتر ابدومينال بريشر اند ستابيليتي اوف ذا لامبر سباين. اخر مصل طبعا الاليوزواس، دي بتعمل فليكشن اوف ذا ترانك اون ذا فيمر از ان سيت اب فروم سوباين بوزيشن. يعني لما واحد يكون بيقوم من السوباين بتبقى الاليوزواس بتبقى شغاله. اليوزواس مصل اولسو سايد بيند ذا سباين ابسيلاترال ورك فروم ا ستيبل سباين اباف ذا اليوزواس فليكس ذا هيب باي فليكس ذا فيمر on the trunk. طيب نخش بقى على جزء البايو ميكانكس. طبعا الفيسيولوجيك موفمنت اوف ذا لامبر سباين اوكير ان 3 بلانز. فليكشن واكستنشن بيحصل في بلان، والسايد بيندنج بيحصل في بلان تاني، والروتيشن بيحصل في بلان تالت. طيب لما نيجي ناخد الفليكشن والاكستنشن، معظم الفليكشن والاكستنشن بيحصل في اللور لمب. طب انا استفدت من كده ايه؟ استفدت من كده ان لما يجي لي عيان
عنده ريستريكشن في الفليكشن والاكستنشن وانا عاوز اعمل موبلايزيشن واجيب نتيجه سريعه، يبقى ركز على اللور. طيب موست اوف ذا سايد بيندنج بيحصل في الميد لامبر، استفدت من كده ايه؟ استفدت من كده ان انا لما يجي لي عيان عنده ريستريكشن في السايد بيندنج وانا عاوز اجيب نتيجه سريعه يبقى اخش على ال 3 وايل ليتر روتيشن اوكير عند اللامبو ساكرال جنكشن. اصلا الكلام ان مفيش روتيشن بيحصل في اللامبر ولكن في شويه روتيشن، يبقى انا لما اجي اعمل موبلايزيشن عشان ازود الروتيشن اشتغل على ال 5 اس 1 اللي هو اللامبو ساكرال جنكشن. طبعا لازم نكون فاهمين ان اللامبر سباين موفمنت ديكريزز مع الايدجنج، وده شيء منطقي ومفهوم عشان الفليكسبيليتي بتقل. طبعا الفليكشن تحديدا ده ذا موست كومونلي يوزد موشن ان الاي دي ال فاري اكوردنج تو ذا سيجمنت، زي ما هنقول دلوقتي في الابر لامبر اتس 12 ديجري زين انكريزز تو بيكم فروم 20 اب تو 25 ات ال 5. طبعا اكومبانيت باي رولينج وجلايد، ده الارثروكينيماتكس اللي هو الموبلايزيشن او الجلايدنج اللي احنا نشتغل عليه. نخلي بالنا ان بيحصل انتيرور ترانزليشن وفي السوبيرور فيرتبري بمعدل من 5 ل 7 ملم تو كلوز ذا جاب. ما هو لو ما حصلش الجلايد ده الفيرتبري هتفتح من ورا وهيحصل ديسلوكيشن، فعلشان خاطر الجاب ده ما يحصلش لازم يحصل جلايدنج للسوبيرور فيرتبري من 5 ل 7 ملم. طيب الفليكشن از ليميتد طبعا بالجوينت كبسول بنسبه 39% والسوبرا سباينس والانترا سباينس ليجامنت بنسبه 19% والليجامنتم فلافون بنسبه 13% والانتر فيرتبرال ديسك بنسبه 29%. طيب نخلي بالنا ان فليكشن في اللامبر سباين كان اولسو اوكير ويز بيلفيك تيلت. طيب عشان يحصل فليكشن في اللامبر سباين البلفيك تيلت، البلفيك بيتلت بوستيرولي، فبيزود لي بيتلت بوستيرولي يعني بيرجع لورا كده، ما هو البلفيس بيبقى كده لما بيميل لقدام بيحصل انتيريور بلفيك تيلت، لما بيميل لورا بيحصل بوستيرور بلفيك تيلت. فالبوستيرور بلفيك تيلت بيعمل لي فليكشن في اللامبر سباين، وده بيحصل نتيجه ويكنس في البارا سباينال ماسل اللي احنا بنحتاج طبعا ان احنا نشتغل عليها استرنسات بعد كده في البرنامج بتاعنا. طيب بالنسبه للاكستنشن، ان يحصل بيور اكستنشن في اللامبر سباين ده حاجه باثولوجيك، ولو احنا بنعملها برضو فورسفولي كده هينتج عنها مشكله جايه في السلايد اللي جايه او اللي بعدها. طبعا الاكستنشن از اكومبانيد باي بوستيرور رول اند جلايد، ترو اكستنشن ده بينكريز الاسترين على الفاسيت جوينت which leads to buckling of the interspinous ligament between the two spinous processes and may lead to tear of the capsule. طيب الـ anterior pelvic tilt بيزود الـ lumbar lordosis اللي هو بيزود الـ extension في الـ lumbar spine. طيب الـ extension is limited بالـ passive tension في الـ iliopsoas والـ joint capsule tension والـ ability of the intervertebral disc to allow compression والـ ability of the anterior structure to be elongated. طيب الكلينيكال تيبي دي اللي هو repetitive contact of the spinous process during the extreme lumbar extension ممكن كان lead to periostitis which is called the kissing spine، زي ما حضراتكم شايفين كده في الأشعة إن بيبقى له اسم تاني اسمه bastrops disease which be result in ligamentous laxity and the hypermobility of the segment، زي ما هو واضح قدامكم كده بيبقى فيه اروجن في البوستيرور اسبكت اوف ذا فيرتبري، ودوت بيبقى نتيجه الريبيتيتيف كونتاكت اوف السباينس بروسيس ديورنج الاكستريم اكستنشن. طيب في موشن برضو مهمه اللي هي الاكزيال روتيشن which is limited by 65% بالزايجو ابيفيزيال جوينت والسوبرا سباينس والانتر سباينس ليجمنت، وليميتد برضو بنسبه 35% باي هاو الانولاس فايبروسيس از اورينتد اللي احنا اتكلمنا عنها في اول المحاضره، لما كنا قلنا الانولاس فايبروسيس بتتكون من شيتس والشيتس دي معاكسه بعضها بزاويه 65 درجه وبتقابل بعضها، وده بيخلي 50% منها بس هي اللي بيبقى عليها ستريس ديورنج الاكزيال روتيشن. اول حاجه بتفيل مع الروتيشن بيبقى الزايجو ابيفيزيال جوينت، بعد كده بنخش على الانولاس فايبروسيس او الانتر فيرتبرال ديسك
اللي بيفيل في حالات الاكستريم تروما، يعني عشان الديسك يحصل فيه مشكله من الروتيشن لازم يطرقع قبله او يحصل في مشكله قبله في الزايجو ابيفيزيال جوينت. طبعا الاكزيال روتيشن مش بيحصل لوحده، ده ماست بي كابلد ويز اذر موشن، لان لو حصل لوحده هيحصل ديسك انجري، فممكن يحصل فليكشن مع روتيشن مثلا، اما البيور روتيشن ده مش هيحصل. الجريتست اماونت اوف الاكزيال روتيشن طبعا بتوكير زي ما قلنا قبل كده ما بين ال 5 اس 1، يبقى انت لو عاوز تزود الروتيشن بتخش دايركتلي على ال 5 اس 1. طيب بالنسبه للاكزيال روتيشن بيحصل تويستنج فيه على الانتر فيرتبرال ديسك، وبيحصل كومبريشن وفي الكونترا لاترال زايجو ابيفيزيال جوينت زي ما قلنا، والستريس اون ذا انولار فايبر ان ذا دايركشن اوف روتيشن. طيب ستريس اون ذا كونترا لاترال زايجو ابيفيزيال جوينت والانتر سباينال ساد سباينس والسوبرا سباينس ليجمنت افتر 2 ديجري اوف روتيشن. باظ الزايجو ابيفيزيال جوينت او طرقع بيبتدي بعد كده تخش على الديسك، والحالات الحاجات دي بتحصل في حالات السيفير تروما. طيب الإبسي لاترال زايجو بفيزيال جوينت داز نوت جاب ديورنج روتيشن، وخلي بالنا ده بيرد على بعض الناس اللي هي لما بيبقى في مشكله في الروتيشن بتبقى عاوزه تعمل موبلايزيشن للإبسي لاترال زايجو بفيزيال جوينت او الإبسي لاترال، يبقى لو في مشكله في الروتيشن ناحيه اليمين يبقى احنا بنعمل موبلايزيشن. كانوا زمان يقول لك نعمل موبلايزيشن ايه عشان تزود الجابنج عند الرايت والليفت، اما انت بتعمل في الكونترا لاترال لان الإبسي لاترال مانوبوليشن او الابسي لاترال زايجو بفيزيال جوينت داز نوت جاب ديورنج روتيشن اكسبت في حالات المانوبوليشن. طيب السايد بيندنج طبعا از كابلد مع كونترا لاترال روتيشن في الابر والميد لامبر، لذلك الابر والميد لامبر يعني ال1 ال2 ال3 لما بيحصل فيهم رايت سايد بيندنج يبقى يحصل ليفت روتيشن، ولما بيحصل فيهم ليفت سايد بيندنج يحصل ليفت روتيشن على العكس اللي بيحصل في اللور لامبر عند ال 5 اس 1 ات از كابلد ويز ابسي لاترال روتيشن، يبقى ال 5 اس 1 رايت سايد بيندنج بيحصل معاه رايت روتيشن والعكس صحيح. طبعا البيندنج از اسوسييتد ويز ذا روكينج اند شيرنج ترانزليشن ات ذا سيم دايركشن، وطبعا النيوكليس بالبوسس از كومبريست اند الانولوس فايبروسس باكلز ات ذا دايركشن اوف ذا سايد بيندنج. طيب في نوع تاني طبعا من اللودنج اللي بيحصل على الفيرتبري اللي هو الاكزيال لودنج او الكومبريشن، وده اللي بيحصل مع الويت بيرنج اكتيفيتي، يعني وانت قاعد وانت واقف وانت ماشي في اكزيال لودنج على الفيرتبري، وده منطقي نتيجه الويت بتاع جسمك اللي نازل عليها نتيجه تاثير الجرافيتي. طيب الانولوس فايبروسيس بتوزستاند الكومبريشن وزاوت نيوكليس بالبوزس فور شورت بيريود، وبعدين الكومبريسيف فورس طبعا بتديبند اون ذا اماونت اوف الفورس والديسك هايت والكروس سكشنال اريا، ذير از ا فاريشن في الديسك هايت ويتش مي بي برايمري اور سكندري ويز ذيس فاريشن وود اكسبكت تشينجز، يعني القصد من الكلام ده ان الديسك او الانتر فيرتبرال ديسك او الفيرتبري بتختلف من حد للتاني حسب الايدج وحسب السكس، وده طبعا بيخلينا واحنا بنتعامل او احنا بنعمل موبلايزيشن او احنا بنحط البرنامج التمرينات بتاعتنا يبقى فيه variability، يبقى كل برنامج بيبقى individualized لان كل حالة او بيبقى تختلف عن الحالة التانية. طيب ايه اللي بيحصل during the axial loading؟ الويت بيبتدي ينزل على النيوكليوس بالبوزس اللي بتأبزوربه بالدستريبيوت، دي زي ما بقول لحضراتكم بتبقى المخدة، بعد كده بتبتدي هي توزع كده يمين وشمال اللود ده عشان يروح للانولوس فايبروسس، يفضل اللود يزيد على الانولوس فايبروسس لغايه لما بيحصل بالانس. اول لما بيحصل بالانس بقى بيبتدي البريشر از ترانسميتد فروم وان فيرتبري تو انذر فيرتبري اللي تحتها. طيب الاكزيال لودنج طبعا از اولسو ليميتد زي ما قلنا في الاول برضو بالانتيرور لونجيتيودنال ليجمنت، لذلك ان كيس في حالات اللامبر لورتوزس ستاندنج مور ذان سيتنج اند الارتيكولار بروسس. طيب during the axial loading creeping طبعا بيديكريز الديسك هايت، لذلك بيبقى جسمنا اول لما بنصحى من النوم بنبقى اطول سنتي او اتنين من بالليل، وده نتيجه الكريبنج اللي هو لان الديسك زي ما خدنا في الكينسيولوجي فيسكو الاستيك ماتيريال. طيب كلينيكال تيب حته حلوه، اتس ويل نون ذات during period when osmotic pressure within the intervertebral disc is greater than الهيدروستاتيك بريشر في الاكزيال لودنج بيندنج وين لاينج ان بيد ديسك امبايبل فلويد كوزنج ذا سباين تو انكريز ان لينث،
patient advised to avoid performance الفور رينج اوف موشن shortly after rising from the bed. الكلام هنا على ايه؟ ان الديسك طبعا اول لما بنبقى صاحيين من النوم بيبقى مليان بالفلويد وده نتيجه ان الفلويد اللي حصل لها كريبنج رجعت له تاني، لذلك السباين بيزيد في اللينس بتاعه. لذلك نصيحتك للعيان ان هو اول لما يبقى صاحي من النوم ما يلعبش تمارين دايركتلي اول لما يبقى صاحي من النوم، ياخد له ساعتين ثلاثه كده وبعدين يبتدي ان هو يعمل الرينج اوف موشن اكسرسايز. طيب الانترفيرتبرال ديسك طبعا بيبير ذا موست كومبريسيف لود، والزايجو ابيفيزيال جوينت بيبير لغايه 25%، بس احنا قلنا في حاله اصابه الديسك بيزيدوا لغايه 70%، والكومبريسيف فورس طبعا بتبقى فيري هاي مع الليفتنج. ويك ايفيدنس فور سكوات ويز نورمال لوردوسز تو ريديوس الكومبريسيف فورس، يعني في ايفيدنس كده ضعيف بيقول ان انت لما بتعمل سكوات وانت اللوردوسز بتاعك نورمال ده بيقلل الكومبريسيف فورس على ال 5 اس 1 بس، والكومبريسيف فورس طبعا از افكتد باي لود مومنت والليفتنج سبيد والاكسلريشن. لذلك لما تيجي تنصح عيان تقول له وانت بتشيل حاجه تقيله احنا بننصح نصيحه ناقصه او بندي المعلومه ناقصه. ازاي؟ احنا بنقول له ان انت هتنزل على قرفيصك وضهرك يبقى مفرود، طب وبعدين بننسى حته السبيد والاكسلريشن واللود مومنت، يعني تشيل الحاجه تبقى قريبه من جسمك وتطلع بالراحه وتنزل بالراحه، ظهرك يبقى مفرود وفي نفس الوقت تطلع وتنزل على قرفيصك. طيب دي طبعا نتيجه الاكسجريتد اكزيال لودنج ممكن ينتج بعض انواع الفراكشرز اللي بتحصل في الفيرتبري زي ما ظاهر قدامكم، في حاجه اسمها البرست فراكشر والكومبريسيف فراكشر والويدج فراكشر، ودي كلها بتيجي نتيجه الاكزيال لودنج او الكومبريسيف فورس على السباين. في موفمنت اخيره اللي هي الدستراكشن، طبعا بيحصل مع الموفمنت بتاعه السباين اسيمتريكال دستراكشن. ازاي؟ يعني السايد بيندنج جامت الرايت بيعمل دستراكشن في اليمه الشمال وكومبريشن في اليمين والعكس صحيح. اما بقى السيمتريكال تراكشن بيوكير دورنج سسبنشن، يعني مع التعليق او الثيرابيوتيك تراكشن اللي احنا برضو هناخده الترم ده وعلينا من المواضيع اللي هي في الماده بتاعتنا اللي هي الثيرابيوتيك اكسرسايز. طيب نركز في الحته اللي جايه دي علشان مهمه، اللي هي يعني مهم ان انتم تعرفوا ان في حاجه اسمها نيوترال زون. ايه النيوترال زون دي؟ دي بيبقى فيه مينيمال لودنج على النون كونتراكتايل اليمنت. احنا عارفين اللي بيعمل اللمبر ستابلايزيشن النون كونتراكتايل اليمنت اللي هي ايه؟ اللي هي طبعا الليجامنتس والشكل بتاع البون او التركيبه بتاعه البون والتندونز، وبيبقى فيه الكونتراكتايل اليمنتس اللي هي المصل. الاثنين دول مع بعض بيبقوا مسؤولين عن اللمبر ستابلايزيشن. طيب في النيوترال زون دي بقى بيبقى في مينيمال لودنج عن النون كونتراكتايل اليمنت، يعني بتبقى مش شغاله او مرخيه، لذلك بيبقى الحمل كله جاي على الاكتف اليمنت. لذلك احنا من مصلحتنا النيوترال زون دي تبقى ضيقه تبقى صغيره، ولكن في بعض الاحيان نتيجه التروما النيوترال زون دي بتوسع، لذلك الحمل بيزيد على الاكتف اليمنت وبيبقى فيه حاجه اسمها لمبر انستابيليتي. لذلك لارجر نيوترال زون دي كان بي كوزد باي انجري، وفي الحاله دي الباسيف سيستم الون كان نوت بروفايد لمبر ستابلايزيشن، بنحتاج ان احنا نتدخل بقى ونأكتف او نعمل حاجه اسمها لمبر سباين اللي هم بيبقوا شغالين ستابلايزر وموبلايزر، بنشتغل عليهم بقى بالاكسرسايز. ونخلي بالنا ان اللمبر ستابلايزر في منها الجلوبال واللوكال زي ما قلنا في الاناتومي. الجلوبال ستابلايزر دي اللي هي بتشتغل على الفيرتبرال كولامن كله، ودي بتقريز من البلفس وراحه للريب كيج، يبقى العضلات بتاعه الباك اللي واخده من البلفس وانسيرتد في الريب كيج دي كلها بتبقى جلوبال ستابلايزر، زي الريكتوس ابدومينس والانترنال والاكسترنال اوبليك واللاترال فايبرز بتاع الكوادريتاس لامبورم والثوراسيك بارت وفي اللمبر اليوكوستاس. امال ايه هي اللوكال ستابلايزر؟ دي بتاخد اوريجين وانسيرشن من اللمبر سباين، بتدي سيجمنتال ستابيليتي بس اند دايركتلي كنترول اللمبر سيجمنت،
ده زي اللمبر بورشن بتاع الهيليوكوستاليس واللونجسماس سوراسيس والميديال فايبرز اوف الكوادريتاس لامبورم واللمبر مالتيفيدس والترانزفيرسس ابدومينس عفوا والبوستيرور فايبرز اوف الاكسترنال اوبليك اللي هي بتبقى اتاتشد تو التنسور فاشيا. لذلك زي ما قلت لحضراتكم اللمبر انستابيليتي لازم نعمل او بيحصل فيها ماسل ريكروتمنت تشينجز ديورنج الباك كونديشن زي في حالات الكرونيك باك بين والديسك هيرنيشن والليجامنتس سترين، وفي الحالات دي بنحتاج ان احنا نعمل كور ستابيليتي او لمبر ستابيليتي اكسرسايز. عيان لمبر جاي لنا داخل علينا الاكزامينيشن بتاعه بيبقى عباره عن ايه، ولكن قبل ما نتكلم على الاكزامينيشن ضروري ان احنا نكون فاهمين ان اللوباك بين عيان لما يجي لنا عنده وجع في ظهره او وجع في اللمبر ممكن ما يكونش من اللمبر، ممكن يكون من لوكال سورس او ممكن يكون من ديستال سورس، وده اللي شغالين عليه في كل دول العالم دلوقتي، ان انت لما يكون جاي لك عيان وعنده ريد فلاج اهم من انت تشتغل معاه لك طبيعي ان انت تلحقه، لانك انت لو ما كنتش فاهم في الوقت ده ان العيان ده محتاج يروح الطوارئ وما لحقتوش يبقى انت شاركت ان انت عملت مشكله كبيره للعيان كانت ممكن ان انت تلحقه وتنقذ حياته. 85% من العيانين اللي بيشتكوا من وجع في اللمبر ما تقدرش تديهم ديفينيت دايجنوزس، لذلك عمليه تشخيص عيان اللمبر دي بيبقى فيها جزء كبير توفيق من عند ربنا وخبره جامده، ولازم تكون مركز في الموضوع كويس قوي. نخلي بالنا ان السباينال ليجامنتس لو فيها مشكله او الانولاس فايبروسيس او النيوكليوس بالموسس او حتى السباينال ماسل ممكن تروفير البين لغايه الباتوكس، يعني مش معنى ان عيان جاي لك عنده وجع مسمع لغايه الفخده بتاعته او حتى لغايه فوق الركبه تقول يبقى العيان ده عنده غضروف وعنده ديسك ضاغط على عصب، لا مش شرط. في حاجه اسمها ريفيرد بين، والريفيرد بين ده مش نيورولوجيكال، يعني مش شرط يكون العصب عنده مضغوط، ولكن النيرف روت كومبريشن برضو ممكن يكون موجود، بس في الحاله دي البين بيبقى شاربر يعني بيبقى احد، بيبقى في الغالب معاه تنميل وخدلان، وفي الحالات دي بيبقى واصل لغايه صوابع الرجل من تحت. طيب الاكزامينيشن ناخد بالنا من موضوع الجينيتكس ان في ناس مهكعين خلقه ربنا كده، وناخد بالنا ان بيبقى مشهور قوي ان الايدج اولدر من 40 ل 50 بيبقى في مشاكل في اللمبر ليفل اوف فورمال ايدوكيشن وسوشيال ايدوكيشن كلاس والفيزيكال وورد لود رول كلود، العيانين اللي هي بتشتغل او طبيعه شغلها ان هي بتشيل اوزان تقيله، والمدخنين والاوبستي والسايكولوجيكال فاكتور والكوربوربيدي، كل دي عوامل وحاجات ببقى حاططها في دماغي وانا بشتغل الاكزامينيشن، لان هي بتديني فيدباك عن ايه اللي جاي بعد كده، الدنيا هتبقى ماشيه حلوه معايا ولا في كومبليكيشنز وفي حاجات تانيه ممكن ان هي تعطلني وتخلي الاوت كام بتاع البرنامج بتاعي او بتاع الموبيلايزيشن اللي هو موضوعنا النهارده يبقى فيه مشكله، او في حالات اصلا مش هقدر ان انا اعمل لها موبيلايزيشن ومش هقدر ان انا اعمل لها مانيبوليشن. طيب خلينا طبعا انا قلت لحضراتكم في الاكزامينيشن ان اهم من ان انت تشخص الحاله ان انت تكون قادر ان انت تعرف او تطلع الريد فلاج. الريد فلاج دي اللي هو ايه؟ اللي هو الحالات اللي بتحتاج ريفيرال اميديت ريفيرال، اللي هي الحالات اللي هي العلاج الطبيعي ملوش دور فيها. الحالات دي طبعا اللي هي بتبقى سيريس سباينال كونديشن زي السباينال تيومر والفراكشر والكوداكوينا. طيب في بقى النون سباينال كونديشن بيوجع في الظهر بس مش من السباينال، ممكن يكون جاي من جول بلادر بتسمع في اللمبر او من الليفر او من البروستاتا او الاوفيريان سيست كياس المبايض والثوراسيك ديزيز والاورتيك انوريزم، كل ده بيسمع في اللمبر. سياتيكا اند ديورال تيشو كومبرومايز او نون سبيسيفيك اور ميكانيكال النيتشر، نون سبيسيفيك اور ميكانيكال النيتشر اللي هو الرابع ده بقى بتاعنا اللي هو الميكانيكال النيتشر اللي بيتغير مع الوجع، اللي الوجع بيروح ويجي مع البوزيشن مع تغيير البوزيشن، او سايكولوجيكال وده مش تبعنا. يبقى ايجنسي فور هيلث كير اند كواليتي قسمت لي الباك بين لخمس انواع. الخمس انواع دول احنا بنشتغل على رقم اربعه بس. في اربعه تانيين من الخمس انواع اوتسايد ذا سكوب اوف فيزيكال سيرابي.
طبعا العيان جاي لك بتاخد منه الهيستوري، تساله عن التشيف كومبلينت، ودي اهم حاجه لان دي اللي احنا بنشتغل عليها، اللي هي شكل العيان. زمايلكم اللي كانوا معايا في سيكشن المانيوال كلمناهم على الفرق ما بين الكونكوردنت ديساين والديسكوردنت ديساين، اللي هي مشاكل عند العيان بس ما بيشتكيش منها، ملناش دعوه بيها، بنقولها له للامانه وبعدين عاوز يشتغل عليها بنشتغل، مش عاوز خلاص. وفي الكونكوردنت ديساين اند سيمتومز، ودي بتبقى شكوه العيان الرئيسيه، بنسال على اللوكيشن اوف البين والانست اوف البين، جاله امتى، والبراير هيستوري، عمل علاجات ايه قبل كده، سواء علاج دوائي او سواء علاج طبيعي، والبالياتيف ميجر، ايه العلاجات اللي كان بياخدها وكانت بتريحه، والبروفوكيتيف فاكتور، ايه هي الموفمنت او البوزيشن اللي بيتعبه، وايه هو البوزيشن او الموفمنت اللي بيريحه. وخلي بالكم الحاجات دي بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي علشان بنستخدمها في التريتمنت والبروجريشن او الكورس. الدنيا كانت معاه عامله ازاي؟ هل الوجع ثابت معاه ولا بيزيد ولا بيقل؟ والكواليتي اوف السيمتومز والريفيرال باترن، التسميع معاه واصل لغايه فين؟ والسيفيريتي والتمبورال فاكتورز، دي طبعا اللي هي الاوضاع اللي هي بتريحه والاوضاع اللي هي بتتعب. طيب قبل ما نكمل، طبعا انا لقيت ضروري ان انا اقول لكم اللوباك الجوريزم، ودي ما ينفعش دكتور علاج طبيعي ودرس عندنا في الكليه وما يكونش عارف اللوباك الجوريزم ده. اللوباك الجوريزم ده لما يجي لك عيان باك داخل عليك العياده، بتبقى البلان بتاعتك معاه عامله ازاي؟ هتدخله تعمل له علاج طبيعي ولا هتحوله؟ طيب اول حاجه، عيان الباك ده بينقسم لثلاث حاجات. عيان بيجي لك البوزيشنز بتاثر على الوجع، يعني تيجي تقول له اتني ظهرك تلاقي الوجع زاد، او اتني ظهرك الوجع قل، او افرد ظهرك لورا تلاقي الوجع زاد او الوجع قل، او اعمل سايد بيندنج الوجع بيزيد او يقل. ده بيبقى اسمه ميكانيكال او بوستشرال ان نيتشر بالنسبه للباك بين. طيب علاجه ايه؟ بتعمل له ريفيرال للعلاج الطبيعي، بيدخل يعمل جلسات. بيدخل يعمل ايه؟ جلسات. طيب بيعمل من 4 لـ6 جلسات والله، وبعد كده بتعمل تقرير بيهم ونشوفه اتحسن ولا ما اتحسنش. طيب لو العيان عنده الاعراض ما بتتغيرش مع البوزيشنز او السبيسيفيك موفمنت، بيتعمل معاه ايه؟ دوت بيعمل، بياخد نون سترويدال انتي انفلاماتوري، وبيريح الاول لمده من 24 ل 48 ساعه نون سترويدال. والله لو اتحسن بيعمل علاج طبيعي. طيب ما اتحسنش مع النون سترويدال، لازم يتحول لسبيشاليست، والسبيشاليست بقى في الحاله دي بياخد القرار يا يحوله لعلاج طبيعي يا هيشوف بقى هتبقى مشكلته اوبريتيف حلها ولا لا. طيب الحاجه الثالثه، لو العيان جاي لك وهو عنده سيريوس بقى، مشكله سيريوس زي عنده دروب فوت، او عنده باول ما بيتحكمش على الباول في الباول والبلادر بتاعته، عنده اي ريفلكسيا او هايبر ريفلكسيا، لما بنيجي نعمل له التستات اللي هي الباتيلا ريفلكس وهكذا، او سايكو سوماتيك كومبوننت، يعني تحس كده ان العيان ايه في يلو فلاج. يلو فلاج دي يعني نفسيا محتاج ان هو، ده لازم بيتعمل له على طول ريفيرال تو سبيشاليست، والسبيشاليست هو اللي بياخد القرار في ساعتها. طيب في بعض الفاكتورز الاخرى which should be considered during examination، زي البيشنت جنرال هيلث اند بوست ميديكال هيستوري، هل نشوف روماتويد ارثرايتس او دايابيتس او هايبر تنشن، كل الكلام ده بناخد بالنا واحنا بنعمل الموبيلايزيشن او احنا شغالين لمبر. لان طبعا يعني هديكم مثال، مثلا لو عيان مثلا بياخد ميديكيشن زي الكورتيكوسترويد وانا بعمل موبيلايزيشن لانه ماشي عليها فتره طويله، كورتيكوسترويد بتعمل اوستيوبروسيس، يبقى اكون فيري كوشس وانا شغال الموبيلايزيشن، العيان مش جاي لي عشان اعالجه وابتدي ان انا اعمل له فراكشر او اسبب له مشكله. طيب في حته برضو عاوزين ناخد بالنا منها في البيشنت ايدج، السبونديلولايسيس اند السباينال فراكشر مور كومون في السن الصغير، الستينوزس سن كبير قوي اولد ايدج اكتر من 65، الانتر فيرتبرال ديسك امونج ذوز هو ار فروم 15 تو 40 ييرز اولد، والاوستيو ارثرايتس among those who are older than 45 years old. طيب في برضه الاوكيوبيشن بتبقى مهمه جدا، لان في بعض الناس طبيعه شغلهم بتسبب لهم الاصابه وبيبقوا مش هيقدروا يستغنوا عن الشغل ده، فبتكون في ضيالمه بالنسبه لنا مع التريتمنت بتاعتنا. طبعا الميديكيشن يوز اتكلمنا عنها. طيب ايه هي بقى الريد فلاج اللي تخليك عيان اللمبر جاي لك ما تحطش ايدك عليه وتبتدي تحوله في ساعتها
حاجه اسمها ان اكسبليند ويت لوس اور نايت بين. العيان اللي انت بتاخد منه الهيستوري يقول لك انا وزني بيخس بطريقه مش مفهومه والبين بتاعي بيجي لي نايت بين نوت اسوسييتد ويز الموفمنت، يبقى اتوقع في ساعتها انفكشن اور مالجنانسي. العيان اللي عنده باول اور بلادر ديس فانكشن ده بيبقى كودا كواينا، والان اكسبليند ابدومينال بين اور باكيك بيبقى في الغالب ابدومينال اورتيك انيوريزم. طيب ناخد بالنا من الكلام ده كله. طبعا ان جنرال بين ذات سورس ان ذا لور لمب ذان اللوباك بيانديكيت نيرف روت اريتيشن، وايل بين ذات سورس ان لوباك بان ان لوباك ذان اللور لمب انديكيتس سباينال استراكشر. بعد كده بنخش على التست والميجرمنت، بنعمل اوبزرفيشن للعيان، بنبص على الموفمنت بتاعته عامله ازاي والبوزيشن بتاعه في الاكزامينشن روت والجيت باترن بتاعه، هل هو ماشي عدل ولا بيزوك، والبادي ويت وزنه اخباره ايه، وهل هو بيمشي رابيد ووكينج ولا لا. بنبص عليه طبعا، احنا بنبص على اللمبر يبقى هنبص من البوستيرو الازبك، بنشوف الشولدر والبلفيس ليفل، وبنكمباري بنعمل كومباريزون اوف ذا ماسل بالك بتوين بوث سايز، وكل ده انا ببص بعيني ما حطيتش ايدي، والانفيرور انجلز اوف بوث سكابولا عشان نشوف لو في سكوليوزس، والبوستيرو سوبيرو الالياك سباين، واللاترال والميديال مالولاي عشان الليج لينس ديسكريبانسي، وبنبص على السكوليوزس، وبنبص على الديفورميتيز والبيرس مارك والهيري باتشز عشان اشوف لو العيان ده كودا كواينا ولا لا. طيب البوستيرو الاسبكت ممكن تلمح فيها ايه؟ تلمح حاجه اسمها اتروفي وفي الباراسباينال ماسل، يبقى دي انفلاماتوري بروسيس لايك انكلوزنج سبونديلايتس اور مايوباسي. تلمح فيها ايه تاني؟ سيمتريك سبازم وفي المايه، تلاقي ياما شده والياما الثانيه عاديه، دي بيبقى في الغالب سياتيكا. بريدومينانس اوف السوراكو لمبر اريكتور سبايني، يبقى العيان ده محتاج عنده بور ستابيلايزيشن ومحتاج ان احنا نعمل له كور ستابيليتي. لو هيري باتشز اور تافت يبقى العيان ده سباينا بيفيدا او كيالطا. طيب اللاترال بيلفيك شيفت ده بيبقى في الغالب ديسك ريليتد لوباك بين، بيبقى العيان قاعد بميل ميل يمه اليمين او ميل يمه الشمال. لو العيان ده الديسك هيرنيشن لاترال تو ذا نيرف روت، لاترال تو ذا نيرف روت، يبقى عشان يريح نفسه هيميل في الكونترا لاترال دايركشن. ولو العيان ده الديسك بتاعه ميديال تو ذا نيرف روت عشان يريح نفسه هيميل تو ذا ابسي لاترال دايركشن عشان يقلل الكومبريشن على نيرف روت. طيب السايد جلايد تيست ده بالنسبه للعيانين اللي بيبقى عاملين لاترال شيفت، السايد جلايد تيست ده بيبقى بوزيتيف، لو بوزيتيف يبقى العيان ده ديسك هيرنيشن وانا مغمض عيني. لما باجي ابص على عيان اللمبر من اللاترال بشوف اللوردوسيس بتاعه عامل ازاي، هل هو فلات ولا اكسجريتد، ودي طبعا امثله لبعض المشاكل اللي ممكن نلاقيها في الباك. الصوره اللي على الشمال دي نورمال، واللي اللي يمينها اللوردوسيس وفي الكايفوزيس وفي الفلات باك وفي السوي باك وفي السكوليوزيس، ده طبعا نورمال سباين وفي اكسجريتد لمبر لوردوسيس. البلبيشن الكلام عليه، والله في ناس بتقول البلبيشن اصلا ملوش لازمه، ولكن انا لو هشتغل بلبيشن لازم العيان يكون في كومفورت بوزيشن. البينفول بوزيشن طبعا بخليه في الاخر، لو في سيجنيفيكانت ديستريس بنخلي البلبيشن از جرافيتي سجست. يعني ايه؟ يعني ابتدي وهو واقف وممكن وهو قاعد واخلي النوم ده في الاخر عشان اريحه في الاخر. ال 4 ال 5 سبيس ده بتبقى وال 4 ترانزفيرس بروسس بنعمل لهم بالبيشن، وبنعمل بالبيشن للسباينس بروسس بتاعه الخمسه فيرتيبري والزايجو الديفيزيال جوينت. طيب البالبيشن بيتعمل ازاي؟ بنستخدم الاندكس والميدل، بنشوف لو في ابنورمال بروجكشن، بنبلبيت برضو السوبرا سباينس ليجامنت والترانزفيرس بروسس من اول تي 12 لغايه ال 5 والزايجو الديفيزيال جوينت، وبنعمل سكين رولينج كده عشان نشوف المصل سباز. ده طبعا السيرفيس اناتومي، بنبص على سي 7 والسكند لمبر فيرتيبر اللي بتبقى عند الليفل بتاع الكوستال مارجن، وال 4 ال 5 انتر فيرتيبرال سبيس عند الليفل بتاع الالياك كريست والالياك كريست نفسها والبوستيرور سوبيرور الالياك سباين. طيب بالبيشن وفي الانتيرور اسبكت، يعني ما راحش يعني ما بحبسش انكم تعملوه. بنخش على طول بقى على الاكتف رينج اوف موشن، لازم نكون فاهمين كويس ان في كونسيدرابل فاريابيلتي بتوين البيشنت. الفاريابيلتي دي جايه نتيجه اختلاف الايدج والسكس والاوكيوبيشن والبادي ماس اندكس. طبعا الساجيتال رينج اوف موشن اللي هي الفليكشن والاكسنشن بتقل مع الايدجنج، وفي حاجه اسمها كابسولار باترن في اللمبر سباين وتش از نورمال فليكشن، والروتيشن والاكسنشن والسايد بيندنج بيقل. يبقى الروتيشن والاكسنشن والسايد بيندنج بيقل، يبقى ضعف، يبقى الفليكشن ونورمال فليكشن لما عيان يجي لي.
والاقيه عنده نورمال فليكشن والروتيشن والاكستنشن والسايد بيندنج قليل، يبقى وانا مغمض عيني العيان ده كبسولار باتر. طيب في عندي طبعا الرينج اوف موشن، اكتر رينج اوف موشن بيبقى ذو قيمه بالنسبه لي او فاليبل بالنسبه لي اللي هو السايد بيندنج. طبعا ده النورمال رينج اوف موشن في اللمبر سباين، الفليكشن من 50 ل 70 والاكستنشن من 10 ل 30 والسايد بيندنج بيبقى من 25 ل 35 والاكزيال روتيشن من 20 ل 40. طيب ده طبعا وانا الرينج اوف موشن بتاع الفليكشن والاكستنشن والسايد بيندنج وات از فيري امبورتنت اند فاليبل. وطبعا بنشوف الاكتف رينج اوف موشن وبنشوف الباسيف رينج اوف موشن وبنشوف الريزستيف رينج اوف موشن عشان الماسل ويكنس، وكمان بنريمين ات ذا اند اوف ذا رينج اوف موشن من 10 20 سكند، لان دي يعني بحاول ان انا اعمل كل البوزيشن اللي ممكن تو اكسجريت البين بالنسبه للعيان. وكمان بنعمل ريبيتيشن، يعني بنعمل الموفمنت كذا مره، لان في بعض العيان لو عمل التيست الوجع ما بيظهرش من اول عده ولا من ثاني عده ولا من ثالث عده. طيب وانت بتقيس الرينج اوف موشن بتبقى عينك على ايه؟ بتشوف الكيرف بتاع السباين، هل الموشن شغال في سموثنس، في اي انجوليشن بيظهر، هل بيحصل ديفيشن مع الموفمنت ات ذا اند اوف ذا رينج اور ات ذا بيجيننج، هل بيحصل بروفوكيشن للسيمتومز، هل في ليميتيشن للموفمنت بيحصل معايا اثناء التستان. الرينج اوف موشن طبعا ممكن تقيسه كده بالويم باستخدام عينيك، ولكن دي انا ما برشحهاش مع العيان المصري. العيان المصري بيحتاج ان انت تربطه برقم عشان بيبقى بعد 6 جلسات او بعد عدد معين من الجلسات العيان بيبقى خف واعراضه قلت بنسبه 95% ونص، تلاقيه داخل عليك يقول لك لا ده انا مش حاسس بتحسن. فانت في الحاله دي تحتاج تكون رابط نفسك ورابط العيان برقم. فبنقيس الرينج اوف موشن ممكن باستخدام التيب ميجرمنت عن طريق الشوبر ميثود او الجينيومتريك ميجرمنت، بس في الحاله دي ممكن بالجينيومتر العادي وممكن بالفلويد او البابل جينيومتر. طبعا السلايد ده نبقى نبص عليه دوت ازاي نقيس الرينج اوف موشن، بنحط الاستيشنري ارم فين والاكسس فين وال الموفابل ارم فين. يعني مثلا في حالات الفليكشن الاستيشنري ارم بتحطه على الساي والاكتف ارم بنحطه على الاكزيال لاين بتاع ال1 سباينس بروسس اند سو اون وهكذا. طيب دي الشوبر ميثود، طبعا بنقيس باستخدام الميجر التيب ميجرمنت ودي الموديفايد شوبر، وده طبعا شكل الفلويد او البابل انكلينومتر. طيب انا في حته برضو كلينيكال حلوه عاوز اقولها لكم، اللي هي الفليكشن 60 ديجري بيجي من اللمبر و25 ديجري من البلفس، حته بايو ميكانكس نسينا نقولها. ممكن وانت بتقيس الرينج اوف موشن نقيسه من ستاندنج او العيان نايم سوباين. طيب نخلي بالنا ان الموفمنت في الفليكشن في اللمبر بتحصل فروم اب تو داون، لذلك لو العيان واقف وبيعمل فليكشن وحس بالبين ات ذا اند اوف ذا رينج يبقى المشكله بنسبه كبيره عند ال 5 اس 1. طب ات ذا بيجيننج يبقى المشكله في الفيرست لمبر لان الموفمنت بتحصل من فوق لتحت. طيب لو العيان نايم صبين وبتعمل له فليكشن بس من الهيب بقى بيعمل فليكشن من تحت والبين جاله ات ذا بيجيننج اوف ذا رينج، يبقى برده المشكله في ال 5 اس 1 لان انت بتعمل فليكشن من تحت، العكس هو اللي يحصل، هتحصل الموفمنت من تحت لفوق. طيب طبعا الاكستنشن بنعمله من ستاندنج بيبقى انكمفورتبل فور ذا بيشنت، وباسيف رينج اوف موشن فروم سيتد بوزيشن، ده طبعا السايد بيندنج واتس ا فيري جود انديكيتور فور ذا ديجري اوف ذا لو باك بين اند ديسابيليتي. ده بتريكورد ذا ديستانس بتوين الفينجر تيب والجراوند. ممكن نستخدم الانكلينومتر برضه لو حصل ليميتيشن بيحصل نتيجه انترفيرتبرال ديسك او زايجو بيفيزيال جوينت ارثرايتس. طيب باسيف رينج اوف موشن برضه ممكن يتعمل فروم سيتد بوزيشن. الاكسل روتيشن ممكن بنعمله من سيتنج بين بيجي نتيجه انولار تير او ليجامنت تير او زايجو بيفيزيال جوينت ديسفانكشن. ده طبعا الكومبايند موشن تيست تو ديتكت البايوميكانيكال امبيرمنت اند do not provide information about the segment affected but it is only to detect which motion produces pain. سريعا كده طبعا قبل ما ندخل على الموبيلايزيشن المسل تيستنج، ده ستاندنج اب اون 1 2 ده بيتست فور اس 1 اس 2 ويكنس في البلانتر فليكسور، بتخليه يطلع وينزل على 17 مرات. اليونيلاترال سكوات على رجل واحده كده يقعد يعمل سكوات، ده بيتست فور الكوادريسبس والهيب اكستنسور.
ودوت عشان يشوف ال 3 ال 4 ليفل از افكتد ولا لا. لو في بايلاترال نيورولوجيك ويكنس ات از رير، وده سجست على فكره نيو بلازم، ده برضه ريد فلاج. الهيد ووكنج بتخليه يمشي على كعوب رجله، ده عشان تشوف ال 4 ده تيست فور دورسي فليكسور سترينس. 40% بيبقى وفي الانتر فيرتبرال ديسك افكت ذيس ليفل. لارج ديسك برضه بتافكت ال 5 نيرف رود، كان بي بيرفورمد فروم سوباين، يعني ممكن تعمله ايه؟ تدي له الريزيستنس بتاعتك انت كده مانوال بالايد. زي كده. طيب الهيب فليكشن ده بيتست ال 1 ال 2 اريل سايد فور الانتر فيرتبرال ديسك بروتروجن، لذلك لو في ويكنس هنا برضه ده ريد فلاج، يبقى سجست ميتاستيزيس او فراكشر ترانزفيرس بروسس او اكيوت سبونديلو لايسيزيس او ليجن في الهيب فليكسور او سيجمنتال ارتيكولار ديسفانكشن او هيب جوينت باثولوجي. طيب الني اكستنشن ده بيتست فور ال 4 ال 3 ال 4 ليفل، ده ممكن بتعمله من سيتنج او برو. طبعا الهيب اكستنشن بيشوف الليفل بتاع ال 5 اس 1 هيب اكستنشن ده جلوتيس ماكسيموس، والني فليكشن الهامسترنج ال 1 اس 2، والجريد 2 اكستنشن اس 1 اس 2، والانكل ايفيرجن ال 5 اس 1. طيب ده طبعا النورمال لامبر سباين اكس راي، ده انتروبوستيريو فيو، ده لاترال فيو، وده اللامبر سباين سكوليوزس برضه دي اكس راي ظاهر فيها سكوليوزس عند الليفل بتاع ال 3، ده البيك بتاعت الكيرف زي ما حضراتكم شايفين. وهنا طبعا سبونديلو لايسيزس ده اللي هو سليبج اوف وان فيرتبري اون ذا اذر فيرتبري اباف اور بيلو، هنا في الحاله دي ال 5 ودوت ذا موست كومون سايت فور سبونديلو لايسيزس، حصل لها سليبج على اس 1. ده طبعا الاكس راي، الصوره اللي على الشمال والصوره اللي على اليمين دي ام ار. طيب دوت طبعا ميسنج اكسترا لمبر فيرتبري زي ما قلنا قبل كده في اللمبرايزيشن والسكرالايزيشن في الاول. ده طبعا سي تي سكان لللمبر سباين، طبعا زي ما حضراتكم شايفين الديسك والفورامين والديورال ساك والفاسيت واللاميني والسباينس بروسس. دي طبعا ام ار اي لللمبر، عندي هنا ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 5. طب انتوا شايفين ايه في الاشعه دي بقى؟ هل الاشعه دي نورمال ولا مش نورمال؟ نبص على الاشعه كده ونفكر ونبقى نجاوب بعد ما نشوف المحاضره. طيب نخش بقى على الشغل بتاعنا. كل ده كان مقدمه علشان ما ينفعش ان احنا نبقى عارفين او بنشتغل موبيلايزيشن ومش عارفين ومش فاهمين كويس الكلام اللي فات ده، ولكن هندخل على الموبيلايزيشن بتاع اللمبر سباين. اللمبر سباين الميزه اللي فيه ان السباينس بروسس كبير وحلو، فسهل ان انت تحدده وسهل ان انت تعمل له موبيلايزيشن، ولكن اللي مش حلو فيه ان الترانزفيرس بلوسز صعب ان انت تعمل له بالبيشن بيكوز اوف ذا ماسلز اند ذا فاشيا ماس ويتش اوفرلاينج. طيب سنترال بوستر انتيريور موبيلايزيشن زي ما اتكلمنا في الثوراسيك، عندي اثنين تكنيك بتعمل الموبيلايزيشن بتاعنا باستخدام البيزي فورم بتاعت هاند وتعمل ريفورسمنت بالهاند الثانيه، او باستخدام الاثنين صمب بتوعك. طيب الصمب بتاعك ضعيف فممكن تتعب، فبنعمل قصه الصمب دي لو هنعمل موبيلايزيشن ضعيف هنعمل جريد 1 وممكن جريد 2، ولكن علشان صبعك ما يوجعكش بنعمل التكنيك اللي هو باستخدام البيزي فور. طيب الريستنج بوزيشن بالنسبه لللمبر سباين لازم يبقى بارل تو ذا فلور، العيان بيبقى نايم على بطنه برونه وبتحط بيلو اندر ذا ابدومن فروم ذا بيلفيس لغايه الميد ثوراسيك، بترفع اللمبر لفوق شويه علشان تمنتين الليفل بتاع اللمبر سباين. الموبيلايزيشن تكنيك احنا بنشتغل انتيريور جلايد علشان في حالات الهايبر موبيليتي، وبنستخدم السنترال بوستر انتيريور موبيلايزيشن ده في حالات اليونيلاترال وفي حالات البايلاترال بين. العيان بينام برون والكلينيشن طبعا بيبقى واقف عند السايد بتاع البيشنت عند الليفل بتاع اللمبر سباين، وزي ما اتفقنا هنشتغل يا اما بالتكنيك بتاع البيزي فورم اللي احنا بنفضله يا اما التكنيك بتاع الصمت، وبنحدد السباينس بروسس وبنابلاي بقى الموبيلايزيشن بتاعنا حسب الجريد اللي احنا بنبقى شغالين عليها. طبعا وانت شغال الموبيلايزيشن لازم يبقى منتين الالبو اكستنشن عشان الموفمنت تبقى جايه من الشولدر بتاعك علشان تشتغل موبيلايزيشن براحتك وما تتعبش مع الموبيلايزيشن، طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره. طيب الحاجه الثانيه في الموبيلايزيشن حاجه اسمها يونيلاترال جلايد. اليونيلاترال جلايد ده نفس القصه برضه، ممكن نعمله باستخدام الصم زي ما انتم شايفين في الصوره كده او باستخدام البيزي فورم برضه. طيب نفس الريستنج بوزيشن في اللمبر،
ولكن احنا بنعمل الموبيلايزيشن يمين او شمال بقى السايد بتاع السباينس بروسس، وده بنعمله في حالات اليونيلاترال سيمتومز بس. العيان بينام برون وبتبقى دماغه باصه ناحيه الجزء اللي بيوجعه، الجنب اللي احنا هنشتغل عليه موبيلايزيشن. طبعا الكلينيشن بيبقى واقف برضو عند السايد، والصمب اميديتلي لاترال تو السباينس بروسس، وبنحدد الترانزفيرس وبنعمل سبريدنج للفينجر، وبنبتدي نعمل الدايركشن بتاع الموبيلايزيشن بتاعنا اللي هو بيبقى داون وورد، برضو الالبو بيبقى اكستندد والموفمنت بتبقى جايه من الشولدر زي ما حضراتكم شايفين. طيب الموبيلايزيشن الثالث اللي هو ترانزفيرس دايركتد روتيشنال جلايد، دوت بنعمل زي روتيشنال موبيلايزيشن كده عند السباينس بروسس اوف ذا افكتد فيرتيبري. طيب الدايركشن اوف البريشر ده بيبقى كريتيكال اند شود اولويز بي توورد البينفول ساين. يعني لو العيان عنده الوجع يمه اليمين، يبقى احنا نيجي عند السباينس بروسس ونعمل روتاتوري موفمنت يمه اليمين، ولو الشمال والعكس صحيح وهكذا. العيان بينام مرون، والارمز شود بي ات ذا سايد اور ريلاكسد اوفر ذا سايد اوف ذا كاوتش. طيب السيرابس طبعا بيبقى واقف عند البين فري سايد، والصمب ار ابلايد اجينست السباينس بروسس، وبنبتدي بقى بالصمب كده نعمل روتاتوري موفمنت في الاتجاه البين في اتجاه الوجع. Allow the thumb to feed deeply and groove beside the spine in a relaxed manner. يعني بندخل في الحفره اللي هي جنب السباينس بروسس كده، ونبتدي ان احنا نعمل الموبيلايزيشن في الاتجاه اللي هو اتجاه البين. طيب ثالث نوع من انواع الموبيلايزيشن اللي هو اللونجيتيودنال ديستراكشن جلايدنج، او اللي هو التراكشن. طيب التراكشن ده طبعا ده نوع من انواع الموبيلايزيشن. طبعا في منطقه اللمبر بنحب ان احنا نعمله باستخدام الماشينز، لان طبعا بيبقى فيري فاتيجابل ان انت تشتغل مع عيان وخصوصا لو وزنه كبير، تقعد تعمل له تراكشن كده بجسمك او بعضلاتك، هيبقى الموضوع متعب جدا. طيب نخلي بالنا ان التراكشن بنعمله في حالات السنترال بين او في حالات اليونيلاترال بين، ولكن قبل ما بنعمل التراكشن بنبقى عاوزين نعرف البلفيك تيلت. ففي طريقه كده بنعمل بالبيشن للاسكالتوبروستي ونشوفهم هل هم في نفس الليفل ولا واحد طالع لفوق والتاني نازل لتحت. لو لقينا واحد طالع لفوق ده بيبقى فيه دي حاله بنقول عليها ابس ليفل، ودوت الجنب اللي احنا بنعمل فيه التراكشن. خلي بالنا التراكشن ده بيتعمل من برون لاينج، وممكن يتعمل من سوباين برضه. طيب ممكن تعمل تراكشن للرجلين، وممكن تعمل لرجل واحده، بس لو هنعمل لرجل واحده بنعمل للرجل اللي هي فيها الاب سليب. طيب لو في بلفيك تيلت بنعمل التراكشن زي ما قلنا الاب سليب في حالات الرجل واحده، رجل واحده بس، وبعد كده بنعمل في الرجلين. طيب البوزيشن العيان بينام برون، بيمسك الترابيزه من قدام بايده عشان يعمل استابيلايزيشن لنفسه، بعد كده السيرابست بيجي يقف وراه من عند رجليه، وبيبتدي يمسك الرجل اللي فيها اب سليب ويشدها، ونشتغل كذا جلسه بالوضع ده، وبعد كده بنعمل تراكشن للرجلين. طيب يبقى الطريقه بنشتغل ممكن يا اما يونيلاترال بنشتغل عند الرجل اللي هي فيها اب سليب، او بايلاترال بنشد الرجلين الاثنين، او بنشد باستخدام البلت زي ما حضراتكم شايفين في الصوره كده. طيب التراكشن بيبقى حوالي دقيقتين، وبنحاول واحنا شغالين ان احنا نعمل جنتل اوسيلاتوري فورس كان بي ابلايد اف ذيس بروفز تو بي افكتيف. في عندي طبعا اخر حاجه هناخدها النهارده حاجه اسمها الروتيشن موبيلايزيشن فور ذا لامبر سباين. طبعا التكنيك ده بيبقى فيري يوسفول في حالات اللوباك بين، وخصوصا لو كان المانوبوليشن اس كونترا انديكيتد، او لو العيان جبان وبيخاف من المانوبوليشن، ففي الحاله دي بنعمل حاجه اسمها روتيشن موبيلايزيشن فور ذا لامبر سباين. طبعا البيشنت بيتند في الحالات دي ان هو جنتلر موبيلايزيشن تو سباينال مانوبوليشن. طيب ايه اللي بيحصل؟ العيان بينام على الجنب اللي ما بيوجعوش، الجنب السليم، والهيد بتبقى سبورتد باي ابيلو، اللور شولدر بيبقى طالع قدام شويه، وبيبقى حاطط القلب بتاعه تحت راسه زي ما في الصوره كده، والابر ارم الابر موست ارم ريستس اون ذا لاترال وول اوف ذا شيست.
طيب الابر موست ليج طبعا از فليكسد ات ذا هيب 30 ل 90 ديجري والني فليكسد ات رايت انجل والبيشنت بليسز ذا بالم اوف ذا لور موست هاند اندر ذا هيب. طبعا الثيرابيست بيستاند بيهايند ذا بيشنت اوبوزيت تو ذا بيلفيس وبيحط ايد على البيلفيس اللي بتعمل جنتل سمول امبليتيود اوسيلاتوري موفمنت. طبعا بيعمل بول اند بوش من 30 ل 60 ثانيه وبيبتدي يكرر الموضوع ده 3 مرات. كده احنا المحاضرة بتاعتنا خلصت، لو حد عنده أي سؤال أنا موجود معاكم وأشوفكم على خير إن شاء الله.